السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي أصحاب منهج كونكت فور، ويلكم باك. وحشتوني كتير 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 كتير. النهارده بنكمل معاكم أول حلقات الترم التاني، خدنا بقى الأجازة ويلا نرجع بكل حماس عشان نركز في الترم التاني ويكون الإنجليش نفك عقدته ويبقى أسهل مادة عندنا أو أسهل مادة بتقابلنا في مذاكرتنا. النهارده إن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت 7، يعني اليونت أو الوحدة السابعة وأول درس في الوحدة. بس قبل ما نبدأ لازم، لو أنت أول مرة بتشوفني، لازم تشترك في القناة وتفعل الجرس وتخليه على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وتكون أول واحد تعمل عليها لايك وتكتب الكومنت الجميل بتاعتك. صدقوني شكرا جدا لكل الكومنتس اللطيفة اللي بتشجعني أكمل أكتر. اللايك والكومنتس اللطيف بتاعك هو اللي بيشجعني أقدم فيديوز أكتر. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. Let's start. وأول حاجة هنبدأ بيها الدرس هو عنوان الدرس الأول، اسمه The Nile. The Nile. The يعني الألف ولام. The Nile يعني النيل. The Nile. The Nile. هنا الإي خبطت الآي على دماغها فكانت بتنطق زي الآي، زي اسمها بالظبط. The Nile. The نايل. ذا نايل يعني النيل. طيب لو عايز اقول نهر النيل هقول ايه؟ هزود كلمة river. river يعني نهر. river. تعالوا نكتبها مع بعض. river. خليني هنا. river. river يعني نهر. river. نهر. river. الاي والار في الاخر بنعملها بوز البطة. river. river. The Nile River. نهر النيل. The Nile River. نهر النيل. وبما اني بقى الدرس بيتكلم عن النايل، يعني اكيد هيقول لنا معلومات حلوة جدا عن النيل تعرف تتكلم بيها مع اي اجنبي تقابله، اذا كنت في حديقة الحيوان او في البيراميدز في الاهرامات، اي مكان تروح وتقابل فيه سائح او فيزيتورز يعني اجنبي، تقدر تعرفه عن نهر النيل وقد ايه هو عظيم وقد ايه هو مفيد ومعلومات كتير قوي عنه. بس قبل ما نعرف معلومات عن The Nile River، النهر او نهر النيل، لازم نتعرف على بيئات كتير مختلفة في ناس او حيوانات بتعيش فيها. الدرس النهاردة فيه كلمات كتير قوي خدناها الترم الأول، يعني يعتبر مراجعة مع كام كلمة جديدة كده، وهو ده الدرس الأول. ركز معايا وكبر الشاشة وعلي الجودة، وهات بقى ورقة وقلم واكتب ورايا كل كلمة بقولها إذا كنت بكتبها أو بتطلع على الشاشة، ساعتها بتعرف إن الكلمة دي مهمة ولازم تحفظها وترددها ورايا. طيب نرجع بقى لكلمة The Nile River، يعني نهر النيل. ونهر النيل ده بيئة مختلفة في حيوانات بتعيش فيها. طيب ايه كمان من البيئات اللي المختلفة اللي الناس بتقدر تعيش فيها؟ عندي اول حاجة Village، قرية، ودي خدناها الترم الاول. Village قرية. Village تعالوا نكتبها مع بعض. V-I-L-L. Village. 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 وآخرها كلمة age. Village. Village يعني قرية. قرية. Village. طبعا واخدينها من الترم الأول، القرية اللي هي المكان الصغير زي الريف كده اللي الناس بتعيش فيه. قرية. Village. قرية. Village. Village. ردد ورايا الشاطر اللي سمعاه بيقول ورايا. يبقى نهر معناه river، قرية village. طيب مدينة كبيرة، ودي برضو خدناها الترم الأول. مدينة يعني city أو city، طبعا بالنطق الأمريكان والبريتش اللي انت عايز تنطقه بيقوله، المهم انك تنطقها صح وكمان تكتبها صح. city مدينة. city. city. C-I-T-Y. city مدينة. city. city مدينة. city. يبقى نهر river، قرية village، مدينة city. طيب كمان عندي جبل اسمه mountain. 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 ودي برضو خدناها قبل كده. جبل mountain. mount
M O U ودي اسمها أو. فاكرين لما كنا بنقول الـ O والـ U بنطقهم أو أو يو أو، فبنقول ماو ماونتين. الأجانب بيخطفوها كده بيقولوا ماونتين ماونتين، ولكن احنا عشان بس نعرف نقراها كويس أو كمان نفتكر إزاي بنكتبها ماونتين ماونتين، يعني نقول الـ A والـ I دي طبعا بتتنطق A A بس احنا مش بنظهرها قوي، فبنقول جبل ماونتين ماونتين ماونتين. طيب كمان عندنا ايه؟ عندنا desert صحراء desert صحراء يعني desert desert. طيب تعالوا نكتبها وبرضو خدناها قبل كده D E S E R T desert 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 صحراء يعني desert. طبعا دي البيئات المختلفة اللي الإنسان أو الحيوان بيعيش فيها. طيب كمان عندنا إيه؟ عندنا واحة. واحة معناها oasis. طيب يعني إيه يا ميس الواحة دي؟ الواحة دي بيكون مكان in the desert يعني في الصحراء، بس طبعا معروف ان الصحراء have a lot of sand يعني جواها رملة كتير وما فيهاش ولا مية ولا رين ولا مطر ولا اي حاجة، ولكن في وسط الديزرت في وسط الصحراء دي بيكون في مكان كده في مية ومتحاوط بالاشجار وكمان الناس تقدر تعيش فيه، فعشان كده اسمها واحة. الواحة دي بتكون وسط الصحراء بس بتكون فيها مية وزرع، فدي اسمها oasis oasis sorry oasis oasis. طب جمعها ايه؟ عايزة اقول واحات، هقول ايه الاول؟ نكتب oasis oasis دي معناها واحة oasis oasis oasis. طيب جمعها بقى ايه؟ هو هو نفس الكلام او نفس الحروف ولكن بنستبدل الاي بالاي، بس النطق هنا بيختلف وبيكون اسمها oasis oasis. يبقى هنا واحة لوحدها اسمها oasis، اما واحات اسمها oasis oasis. طيب كمان عندي من المدينة يعني سيتي، قلنا مدينة سيتي، اللي بيميز المدينة دي اللي بيكون فيها tall building يعني مبنى طويل. building يعني مبنى B-U-I-L-D. فاكرين build يعني يبني، لما بنحط لها ER تبقى builder يعني عامل بناء، ودي خدناها في المراجعة والترم الأول. أما build لوحدها معناها يبني. تعالوا نقول building ومش بنسترس على الجي، مش بنقول building no بنقول building، نخلينا أخنف كده كأنك أخنف في حرف الN فبتطلعه من هنا building، مش بنقول building no building كأننا أخنفين يعني مش بنشم كويس. طيب building building يعني مبنى، building مبنى building building. يبقى city المدينة بتتميز بأن هي has a lot of tall buildings tall buildings يعني عندها مباني طويلة جدا. طيب البيئات المختلفة دي اسمها ايه؟ اسمها different environments. خلونا ناخد كلمة كلمة. different يعني مختلف، دي يعني صفة زي tall طويل، beautiful جميل، short قصير، different مختلف different مختلف. تعالوا نكتبها def d i double f different e r e n t different different. لما اقول لك you are different انت مختلف، مش معناها ان هي حاجه وحشه، ده انت مختلف عن زمايلك، يعني مثلا شاطر طويل اي صفه، يبقى different دي صفه معناها مختلف different 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 d i double f e r e n t different. تعالوا نقولها نقراها لوحدها كده def def d i double f def different 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 يعني مختلف.
طيب البيئة بقى اسمها ايه؟ اسمها environment. environment تعالوا نكتبها n e n، لان الاي بننطقها إيه إيه مش بتسمع. environment m e n t. لما اقول بقى different environments يعني بيئات مختلفة. زي ايه؟ زي the Nile river نهر النيل، قرية village، كمان مدينة city، جبل mountain، كمان عندي صحراء desert، صحراء desert، وكمان عندي واحة oasis، oasis، وكلمة كمان موجودة أو بيئة كمان معانا هنتعلمها اللي هي الغابة. غابة اسمها forest، forest، غابة forest، غابة forest. فورست دي الغابة، مكان بيكون فيه أشجار كتير جدا وبيعيش فيه الحيوانات الـ wild animals، الحيوانات المفترسة، يبقى اسمها فورست. سهلة جدا في كتابتها، for forest، forest، forest يعني غابة، forest، forest. طيب خلاص احنا كده خدنا البيئات الـ different environments، البيئات المختلفة. النهاردة بقى هنتعرف على بيئة منهم اللي هي the Nile river، نهر النيل، وهو ده البيئة اللي هنتكلم عنها وهنقول معلومات حلوة قوي عليها. هنمسح البورد ونرجع تاني، اوعوا كمل معاكم اهم المعلومات عن the Nile river. the Nile river يعني نهر النيل، ومرضتش اكتب لكم على البورد، اخليه يطلع هنا الاول الكلمات عشان تشوفوها بشكل اوضح، وكمان عشان الاضاءة مخالفة البورد ومشاكل كتير كده نفسيا، فخليني اوضح لكم الكلمات هنا اكتر. أول جملة معانا ودي معلومة قيمة جدا لازم تعرفها، هي the Nile is، نهر النيل أو النيل يكون is the longest river، يعني أطول نهر. كلنا عارفين إن long يعني طويل المسافة، أما لما أقول the longest يعني the وحط للصفة est، the longest river يعني النهر الأطول in the world في العالم. تعالوا نغنيها زي ما بقولها لطلابي عشان تحفظوها صم. The Nile is the longest river. 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 ودي من أهم الجمل اللي المفروض تعرفها عن نهر النيل لما تيجي تقابل أي حد أجنبي، أو لما تكون عايز تكلم بابا وماما بالإنجليش وتعرفهم قد إيه نهر النيل أطول نهر in the world في العالم. فبنقول إيه؟ The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. يعني نهر النيل أطول الأنهار في العالم، وده طبعا نهر النيل بتاعنا اللي موجود في مصر. طيب يا ترى بقى بما إن هو أطول نهر، the longest river، يا ترى طوله قد إيه؟ هنقول the Nile is about، يعني about يعني حوالي. the Nile is، لازم يا ولاد بعد ما اقول Nile اقول الفعل. اول ما اكون عايز اوصف حاجة لازم استخدم verb to be في الجملة، يعني اقول the Nile is يكون، واقول الصفة اللي بيتميز بيها. اول واحدة the Nile is the longest river، أطول نهر in the world في العالم. طيب تاني صفة عنده the Nile is about، about يعني حوالي 6670 زي ما بحفظها لولادي، هي المفروض قراءتها الصحيحة 6670 يعني 6670 كيلومترز لونج، يعني طوله 6670. طيب لو أنا عايزة أقولها أسرع بقى أو بسرعة شوية هقول إيه؟ The Nile is 6670. The Nile
is 6670 kilometers long. The Nile is about. يبقى بعد كلمة about حوالي دايما بيجي الطول بتاع النايل. يبقى the Nile is about 6670 kilometers long. طيب كمان ايه من المعلومات الحلوة قوي عن نهر النيل؟ ان نهر النيل عنده two branches. يعني ايه branches يا ميس؟ branch يعني فرع. تعالوا كده نشوف. نهر النيل بيمشي كده، عنده حتة مايلة كده وبعد كده كده، وبعد كده بيتفرع لفرعين. الفرعين دول معرفش انتوا بقى هتشوفوهم علشان الكاميرا، خليني حتى اعملهم هنا شوية. الفرعين دول اللي هو فرع دمياط ورشيد، وبعد كده بيطلع على البحر المتوسط. فالفرع ده اسمه برانش والفرع ده اسمه برانش. فعايزين نقول بقى ان نهر النيل عنده فرعين في مصر. هنقولها ازاي بالانجلش؟ The Nile is. لا مش هنقول بقى is، عشان is يعني يكون فرعين. لا، لديه، عنده. يبقى The Nile has. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has عنده two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. يبقى كده عرفنا ان النايل has يعني عنده او لديه، يملك two branches يعني فرعين. Two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. وما ننساش ان النايل لازم اول حرف فيها يكون capital letter. الانهار لازم يكون اول حرف فيها capital. ما ننساش عشان ده سؤال البنكشويت اللي بيجي في اخر سؤال في الامتحان. لازم الانهار اول حرف فيها يكون capital. الدول زي Egypt مصر لازم اول حرف يكون capital E. فبنقول the Nile has two branches in Egypt. اوكي طيب، يبقى احنا كده قلنا تلات جمل مهمين قوي قوي عن النايل. اول جملة the Nile is the longest river in the world، يعني نهر النيل بيكون اطول الانهار في العالم. تاني معلومة عنده ان the Nile is about 6670 kilometers long، يعني 6670 kilometers long، هو ده طوله. تالت معلومة the Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. طيب رابع معلومة عن the Nile River، نهر النيل، بيكون ايه بقى؟ is home for. Home for يعني موطن لي، مكان لي. مكان لمين بقى؟ لي دي اللي هو للحاجة اللي بتعيش فيها. Home يعني مكان أو موطن أو بيت. ده home لمين؟ يا ترى بقى ده home for what؟ Home for different kinds of fish. Different خدناها إن مختلف. Different kinds of يعني أنواع من. أنواع مختلفة من fish، السمك، وturtles and birds، وكمان مكان للbirds الطيور والturtles السلاحف. بس أكتر حاجة مهمة لازم أعرفها إن the Nile is home for. The Nile is home for، موطن لي. لمين؟ very kinds of fish يعني أنواع كتير من السمك، أو different kinds of fish. Different kinds of fish يعني أنواع سمك كتير مختلفة. طيب كمان المعلومة الجامدة جدا بقى عنه إن هو في زواحف. Reptile. One of the largest reptiles يعني واحدة من أكبر الزواحف. The largest reptiles. مين بقى يا ترى؟ مين أكبر واحد من الزواحف؟ lives in the Nile، يعيش في النيل، أو النيل ده home for it يعني موطن لي. Can you guess؟ خمنوا كده معايا. Can you guess what animals؟ وكمان from the reptiles، من الزواحف، يا ترى ايه هو اكبر حيوان من الزواحف بيعيش في النهر؟ يا ترى ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتس
وبعد كده هقولها لكم آخر الحلقة. طيب من هنا بقى لازم نعرف حاجات حلوة جدا برضو خدناها الترم الأول ونراجعها. لما كنا بنقول how زائد الصفة معناها كم، زي ما قلنا how tall كم الطول، how heavy كم الوزن، how long ودي اللي علينا في الدرس ده، how long يعني كم طول المسافة، كم الطول، how long is the Nile، how long is the Nile يعني كم طول نهر النيل. طبعا احنا لسه قايلين المعلومة دي، the Nile is about 6670 kilometers long، يبقى how long is the Nile يعني كم طول نهر النيل. طيب كمان من الريبتايلز يعني الزواحف اللي بتعيش في نهر النيل in the Nile، يلا لسه فكروا برضو مش هقولها لكم دلوقتي، هشوقكوا عليها ونعرفها اخر الفيديو. طيب ايه كمان في الدرس عندك مهم؟ اظن احنا كده نعرف نكتب باراجراف حلو جدا. احنا عندنا 6 جمل عن the Nile River نهر النيل نعرف نتكلم عنه زي الكبار والاجانب بالظبط، ونعرف نوري قد ايه مصر عظيمة وقد ايه النهر ده او the Nile River ده اعظم نهر في العالم، عشان كده هو longest river in the world. طيب كمان عندنا بقى معلومات بسيطة كده، بيقول لك did you know، did you know يعني هل كنت تعلم، انت كنت تعرف قبل كده المعلومة دي. طيب يا ترى ايه هي بقى المعلومة دي؟ عندي معلومتين. اول معلومة ان the Nile is، ودي احنا لسه قايلينها، home for different kinds of fish وturtles and birds، يعني هو موطن او مكان لانواع كتير من السمك والطيور والحيوانات، وكمان one of the largest reptiles، أكبر أو واحد من أكبر الزواحف lives in the Nile بيعيش في النيل. طيب طبعا لسه بنفكركم، فكروا كده معايا لحد آخر الفيديو واكتبوا لي في الكومنتس إيه هو أكبر أنواع الزواحف اللي بيعيش في النيل. طيب did you know يعني معلومة جديدة، يا ترى إيه هي بقى المعلومة دي؟ did you know that the world capital of cats يعني عاصمة القطط in Romania. رومانيا خدتوا بالكم ان رومانيا مكتوب الار كابيتال عشان دي دولة رومانيا، لازم الدول زي مصر ورومانيا واستراليا لازم الدول دي اول حرف فيها يكون كابيتال ليتر. طيب عاصمة القطط في رومانيا مالها بقى؟ has a cat population يعني تعداد سكان من القطط، عندها عدد سكان القطط ماله بقى؟ that is 4 times يعني أكبر، 4 times 4 مرات larger than human population يعني 4 مرات أكتر من التعداد السكاني بقى، human يعني بشري من السكان البشر، يعني القطط أكبر يعني أكبر ضعف 4 مرات، مش الضعف، 4 أضعاف سكان البشر اللي هي human population أو التعداد السكاني، عندهم قطط كتير جدا. دي في دولة رومانيا، دي معلومة جديدة انت ما كنتش تعرفها قبل كده، ان الكاتس عددهم أو الكاتس population يعني تعداد القطط ماله larger than أكبر من human population يعني التعداد البشري 4 times 4 أضعاف. وكمان سؤال how many فاكرينه؟ how many كم العدد؟ how many، how many كم العدد؟ ودايما بيجي ورا how many اسم جمع، ينفع اقول how many pen كم عدد القلم ولا كم عدد الاقلام؟ فبالتالي هقول how many pens، لازم اجمع العدد اللي انا بسأل عنه، how many pens، how many books كم عدد الكتب، how many branches، how many branches، how many branches كم عدد الفروع، احنا قلنا branch يعني فرع، how many branches كم عدد الفروع in او does the Nile have اللي النيل بيملكها. طبعا the Nile has 2 branches. في معلومة مهمة جدا جدا كنت مخليها للآخر، وهو ان طول
النيل او طول نهر النيل اللي هو 6670 6670 ده بيعادل، هو بيقول لك في الدرس ان ذات لايك هذا يشبه traveling to the center of the earth. traveling to او travel to يعني يسافر الى، traveling to السفر الى، traveling to خلي بالك ان travel بيجي وراها to عشان هنحل بعد شوية وهتتأكد ان كل الكلام اللي بقوله ده هو اللي المفروض تعرفه عشان تحل كويس جدا في الامتحانات. وكمان معلومات حلوة جدا ليك انا بناشد تاني وهقول لاخر فيديو بعمله، احنا بنتعلم انجليش كلغة نتكلم بيها مش كمادة نمتحن فيها، لازم نتعلم الانجليش ونحبه كلغة احنا بنعرف نتكلم انجليش. طيب traveling to يعني السفر إلى، the center of the earth، the center of the earth يعني مركز الأرض، the center of the earth يعني طول النهر النيل بيعادل أو يشبه كأنك مسافر إلى center of the earth مركز الأرض. طبعا مركز الأرض منتصف الكرة الأرضية، دي مسافة بعيدة جدا جدا جدا، فقد إيه بيوصف لك أو بيشبه لك إن النايل ده is very long، طويل قوي قوي، عشان كده قال the longest river، أطول نهر in the world في العالم. يبقى بيشبه إيه؟ travel to the center of the earth. المصطلح ده لما تشوفه تبقى عارف معناه، travel to يسافر إلى the center of the earth. طبعا إحنا we can't travel، إحنا لا نستطيع أن نسافر to the center of the earth، استحالة حد يعرف يسافر لمركز الأرض. أوكي؟ طيب ننتقل بقى على جزء الحل ونحل مع بعض. جزء الحل ده لا يقل أهمية عن جزء البورد أو السبورة اللي بيوضح لك عليه أو اللي بنشرح لك فيه النقاط المهمة. تابعوا معايا وما تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتوش يلا اشتركوا واعملوا لايك للفيديو والكومنتس بتاعكو عشان يظهر في الفيديو اللي بعد كده قد ايه ده بيشجعني وبيفرحني اني اكمل لكم واعمل لكم فيديوهات كتيرة. ويلا بقى ندخل على الحل. وأول سؤال معانا خلاص اتعودنا عليه من الترم الأولاني، بنقرأ الكلمات branches يعني فروع، fish سمكة، earth يعني كوكب الأرض، oasis واحة. The Nile is the longest river، اللي حافظ هيعرف يحل بسرعة. The Nile is the longest river in the world. It is about يعني بيكون حوالي 6670 kilometers long. That's like traveling to يعني السفر إلى، the center of the earth، the center of the earth يعني مركز الأرض. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. It is home for، it دي عايدة على النايل. The Nile is home for different kinds of fish، يعني موطن لي أو مكان لي أنواع كتير من السمك، birds and turtles. ونيجي لسؤال اللي choose، the Nile is the river in the world، يلا احنا حافظين، the Nile is the longest river، أطول نهر in the world. Number two، we can't travel، يعني لا نستطيع السفر أو نسافر، travel to the center of the earth، إلى مركز الأرض، travel to. Number three، the Nile has two branches in Egypt. برافو الشطار، بس هم اللي إيه رددوا ورايا. The Nile has two branches، فرعين في مصر. The Nile is home for، يعني موطن لي، home for different kinds of fish. There is a lot of sand، يعني there is يوجد للمفرد فاكرينها، a lot of sand رملة كتير، in the ايه يا ترى الرملة دي بتبقى موجودة في ال river ولا ال sea ولا ال desert؟ طبعا هتكون في ال desert، in the desert في الصحراء. بعد كده crocodiles are the planet's largest، ال crocodiles التماسيح the largest ايه بقى؟ اكبر insects حشرات ولا reptiles زواحف ولا birds طيور؟ طبعا largest reptiles. بعد كده آخر واحدة village وcity and the desert، يعني القرية والمدينة والصحراء are different a
cars ولا environments ولا books؟ يا ترى مختلفة، ايه هما اللي مختلفة؟ طبعا عربيات مختلفة؟ لا طبعا، environments different، environments يعني بيئات مختلفة. والسؤال التالت read and match، وده هسيبهولك homework عشان تعرف تحله من خلال فهمك للدرس. وكمان الباراجراف ده عن the Nile، من خلال الكلمات المساعدة اللي جايبها لك تقدر تكتب عن النيل وتعرف تكون جمل من خلال برضو متابعتك للفيديو. طيب هصحح لك الواجب ده ازاي؟ في جروب على التليجرام هيكون تحت في صندوق الوصف، هرسل لك اللينك بتاعه او هخلي لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدر تدخل عليه وترسل عليه الواجب وانا اصححه لك. ولكن للاسف مش هكون فاضيه ان انا ارد على كل الرسائل لعدم طبعا او انشغالي، فكفايه ان انا هصحح لك عليه الواجب. وكمان هنقول عليه مواعيد الدروس القادمه بحيث ان انت تتابع معانا اول باول، وهيكون مدرسك في البيت من غير ما تاخد اي درس. استنونا ان شاء الله الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك والكومنت عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان الشير. شكرا، مع السلامه.